رفع مجلس النواب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس الحرس الوطني، مشيدا بدور وإسهامات الحرس الوطني في الدفاع عن الوطن والذود عن أرضه وترابه وصون مقدراته ومكتسباته. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح شمل أبرز القرارات والاقتراحات الواردة من السادة النواب في الجلسة، واستهلت الجلسة أعمالها بعرض الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة إسبانيا. بعدها ناقش المجلس الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة المتعلقة بالإسكان ومتضرري الأمطار والأندية الشبابية وغيرها، وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن تعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، وقرر المجلس الموافقة وبالإجماع على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى. ناقش مجلس النواب في جلسة المعقدة صباح اليوم المرسوم بقانون لسنة 1987 بخصوص القوة الاحتياطية تعديل المادة 10 منه، والتي نصت على تعديل بند الأجور وكذلك السماح للمطوعين المدنيين بالانضمام للقوة الاحتياطية. في هذا المقام طبعا أنا أشكر أخواني النواب الذين تلمسوا الأوضاع الإقليمية المحدقة فينا من كل حدب وصوب والتوترات الحاصلة في المنطقة مؤخرا، والتي على أثرها وافق المجلس بالإجماع على هذا المرسوم ومر لمجلس الشورى من أجل مناقشته في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أيضا لمجلس الشورى، وبالتالي عرضه على مجلس الشورى المؤقر.